مرحبا واهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من حلقاتي. انا فضا. اليوم بدنا نروح على محل ايكيا نعطيكم هيك نظره عن ايكيا اللي موجود بامريكا. اذا انتم من الناس اللي بتتابعني من امريكا وحابين انكم تتوضعوا لتشوفوا فوانيس رمضان، في هناك تشكيله فوانيس رمضان راح نفرجيكم اياها وسعرها رخيص، وراح نفرجيكم هيك شويه شغلات موجوده هناك تقدروا انكم تستفيدوا منها من ايكيا. فتابعوا حلقتنا للاخير وان شاء الله بتعجبكم. قبل ما نبلش يا ريت تكبسوا لي لايك وسبسكرايب وفعل زر الجرس ويلا نبلش حلقتنا. وهي انطلقنا باتجاه ايكيا. يمكن صوت الهاي واي يكون مزعج شوي بس لانه على الطريق السريع فالصوت كثير مزعج، بس حبينا نحكي لكم انه انطلقنا. وهي وسام. هي وصلنا ايكيا، هلا بدي افرجيكم اياه. نلبس الماسك، الاشي اللي بخنق بس مضطرين. وهي ايكيا خلفي، وهلا بدنا نفرجيكم الاشياء الحلوه اللي في ايكيا. وين وسام؟ وينك يا وسام؟ هاي دخلنا ايكيا، طلعوا بتلاقوا على الباب هيك كتاب بيض دوشه فصلت كثير. على الباب بيكون في هيك كتاب، ايش فيه هذا الكتاب؟ فيه كل اشي بيبيعوه هون، زي كتيب هيك. هاي كل هدول الكتب بيكونوا، هاي المدخل وهاي في الكتاب، واذا بدكم اكياس عشان تحطوا فيهم الاغراض نعبي فيه الاغراض. طبعا احنا على الاسانسير. تعقيم كل شوي تعقيم. محل كتير حلو. هاي هدول الفوانيس اول اشي، طلعوا لونهم ابيض، حطوا جواتهم شمعة كبيرة كتير حلوين. هاد نشوف 10 دولارات حقه الواحد. هاد نشوف، واو حبيته هذا، كتير احلى هذا. طلع قديش سعره؟ 20 دولار. حبيته على الكهرباء. وهي حلوة، وهي كمان ظريفة. وهي وصلنا للفوانيس اللي بحكي لكم عنهم، بزبطوا لرمضان. شوفوا أحلاهم، عليهم نجمة، تحطوا جواتها شمعة. شوفوا يعني سعرهم قديش. هي 3 دولارات، منهم ألوان وأشكال. أنا بدي أجيب لي واحد، عندي واحد بدي أجيب كمان. هون الألوان تبعتهم، في فضي وفي اشكال تانية. في هذا زي اللي جبته، طلع الكبير تحط فيه شمعة كبيرة. في اسود، هي اسود برضو ب4 دولارات. والله بعت هيك زي انارة اكتر عشان تحطه بجوات الشمعة، بطلع كثير حلو. هي تخيلوه هيك في رمضان على طاولة الصفرة جوات الشمعة. شو بحب اجواء رمضان، اخي رمضان حلو. بس انا عندي واحد ابيض فبدي اجيب له اخوه ابيض. وهذا هيك فضي مش حلو كثير صراحة. شوفوا هذا، في منه احجام، في هيك وفي كبير تقدر تحطوه للدور اللي عندهم دور كبيرة. هي طلعوا 15 دولار، زي اللي هلا شريناه. وفي اسود منه تحطوا جوات شمعة، في شكل تاني. ما احلاهم يا وسام، بجننوا. شوفوا هذا، هذا ازاز، هذا كيف بنحط فيه جوا الشمعة فبتصير بتنور. شايفين؟ تخيلوا هيك أجواء رمضان والفوانيس مضوية، هيك كل لياتهم هدول الفوانيس. ويعني أسعارهم رخيصة، يعني شو 4 دولارات يعني هذا الشكل وهذا. خلاص أنا اعتمدت هذا الشكل، شو عبالي.
هاي فوانيس كمان تقدروا تستعملوها لرمضان. حطوا هون شمعة. هدول رمضان بزبط للعزايم. شوف هدول أحلاهم. هاي بتجنن هيك بتنحط عليها. وايش اللي معك هذا؟ هذا طلع هذا اللي هو طلع طلع شو بعمل؟ طلع شو بعمل؟ وطيب حرك ايده حرك ايده حرك ايده؟ اه حرك ايده نعم. طب وهذا الفانوس ليش جايبه؟ عشان تعطيني اياه؟ ما بدنا فانوس يا ماما، انا جبت فانوس خلص رجعوا. لا هاي جبت فانوس كمان. انا جبت واحد لرمضان خلص. لا هاي رمضان. ايوه وصلنا على المكان اللي انا بحبه. امسكوا من صارت انا شوف. المهم هاي المطبخ، اغراض المطبخ الجميله اللي راح تستمتعوا هلا بس تشوفوها وتنبسطوا. تعالوا نشوف شو فيه. جنن وطلعوا هدول الوانهم. واو بحب الزهر انا، وهذا اللون كثير حلو. في اسود ما بحب الاسود. وهون الكاسات المقات بس مش كثير حلوين يعني، بس هدول حلوين. كاسات الشاي اللي دائما تسالوني عنهم من ايكيا، الكاسه حقها 3 دولارات. بيجي لها هاي القاعده تيجي تحتها، القاعده التنتين دولارين هيك طلعوا بتحطوها. كثير بنات بيسالوني من وين من وين هيك. هيها وفي كاسات بيجوا هيك كمان ايديهم، بس هدلك عمليات اكثر، بس الناس مش مخليين. شايفين مقات 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 مش مقات. هذا حلو. او هذا كمان من عندهم لون كثير عنه من وين. هذا انا عندي الحجم الاصغر. هاي شايفين في منه ب 15 وفي منه ب 8. اوكي اه هدول تاعون اللي بيعملوا الحليب برضه من عندهم، بتخضوا فيها الحليب. شوف سعرها الحجم الكبير 9 دولارات. في هون قسم كامل عشان اللاتيه. يي شوفوا هاي ما احلاها، بتجنن لونها بسطل. هذا حجم صغير سعره 6 دولارات. هي اللي كلكم بتسالوا من وين نشتري خفاقه، من وين نشتري خفاقه تبعت الحليب. هيها شوفوا قديش ما ارخصها ب 3 دولارات من عندهم. وهي كمان اللي بتحطوا فيها الحليب وبتصبوا عشان ترسموه. وشو كمان؟ انه كل شيء بخص اللاتيه، حتى في قهوه بتقدروا تجيبوا القهوه من عندهم وتطحنوها. وهدول تاعون القهوه تاعون خض الحليب. شوف هي صينيتي دائما بتسالوني عنها، صينيتي العزيزه اللي بحط فيها الصبح القهوه. طلع قديش سعرها؟ $5.99. زي لندك ده. نعم زي لندك. زي لندي؟ اه لندك. صح. سمعت شو بحكي لي؟ هاي زي لعندك فداء. طلعوا احلاها. كل خد عليها سعره. اه كل اشي عليه سعره. طلع هدول الدواوي. طلعوا الحلو بايكيا انهم هيك عندهم اشياء بسيطة بس حلوة هيك يعني بتجذب. طلعوا يعني هذا السرير ما ازكى. ايوه سعره 119 دولار. مثلا المخدات كل مخدة لها سعر. شوفوا هذول الكتب ما احلاهم ب 20 دولار. شو 20 18 دولار. هيها حطوا الكتب عليهم. شوفوا هيك غرفة بناتية هون تحطوا التويز الالعاب حقها 30 دولار. هاي عشان يحطوها البنات هيك زي فاصل ويلبسوا وراها. هاي كرسي تحرك، هاي خزانة، يعني اشياء كتير بسيطة بس بتجنن. طلع يعني الواحد اذا بده يعفش عفش هيك خفيف دم وظريف بس من ايكيا. طلع هاي الغرفة شو حلوة.
يعني هم الناس مخربشينها، بس هي بالأصل بتجنن يعني، هيك لطيفة. والله أحلام. شوف هذا الكرسي، شوف هذا سعره $40 للأولاد، للبنات سوري. شوف هاي الخزانة $260. حلوة، شوفوا المراية مزكاها، طلعوا ما ألزها، وشوفوا قد سعرها $30. هاي هيني. بدي أجيب هاي الخزانة لإلي، والله لازمني. طلع بتحط هون الأغراض وهيك. شو ماما؟ هيا شوفوا أحلام لعبتك يا جوا. طلعوا كيف استغلال المساحات. طلع هاي اللي فرجتكم اياها، هاي في منها الوان، بنجيب لون منها هاي. من تحت لا $12 هاي المخدة. هاي هاي زي تبعت زمان. صباح الخير. صباح الخير، تصبح خير. هذا المقعد كمان حلو لغرفة الأطفال. سعره $77. بيجي عليه زي فرشة هيك. طلع كيف من هون هيك بفتح. في هون قسم إذا بدكم تاكلوا تشربوا كافيتيريا. هاي هون مطبخ كتير كبير. جعبالي لاتيه يا وسام. هون بس لاتيه. هلا بنزل الشاط الاسبريسو بالاخير. خليت الشاط انا ما عشان هيك قلت لك خليها بتصير اثقل. لا بس هو بجيب وقت زيكي. لا بطلع زيكي، هم كثير خفيف. طلع ما صغرها. هاي اللاتي هاي ذكرتني المنطقة ببرج فلسطين. رحنا مرة شربنا لاتيه أنا وأخواتي ببرج فلسطين، كنا نشوف هيك سيارات. حلو، حاطين قسم خاص بعد ما تخلصوا أكل، هاند سانيتايزر ووايبس وكل شيء. عجبتني لكتب علوش، هاي سعرها $15. هاي عجبتني عشان يلعبوا عليها، هاي سعرها. شوف هذا المطبخ لونه أخضر. حبيته. It's nice. طلع هدول ما أحلاهم. هيك بيجوا زي هيك بوكسات، يعني بوكسات بتحطوا فيهم مثلا جرابين، اي اشي بدكم اياه بتحطوهم جوات الرفوف الخزانة بتترتب. الاربعة $8، يعني اربعة من هدول بثمانية. حبيتهم هدول. هاي خلصنا او بدنا نحاسب وننطلق. هاي طلع قديش فيه كاشيرات. شوفوا هذا الكيس ايكيا، طلع مصغره هيك محفظة. هاي خلصنا جولتنا بايكيا. بدنا نفرجيكم هيك شوية شغلات، وسام حابب يحكي لكم شغلة قبل ما ننهي الحلقة. بدي احكي انه الكواليتي تاعت ايكيا مش كتير ممتازة زي الكواليتي تاعت المحلات الامريكية الثانية، فهي ممتازة اكثر اشي لناس بدهم ينتقلوا يعيشوا مثلا في منطقة سنة او سنة ونص، بعدين يطلعوا ما يقعدوا ياخذوا البضاعة معهم، خلص يرموها يتلفوها. فأسعارهم كثير منيحة ومناسبة لهيك إشي، أو ما حد يفتح مكتب أو إشي
بس مكتب بسيط مثلا لمشروع معين وبعدين خلص يطلع من المنطقة هاي بدل ما يقعد ينكل معاه ويطلع، لا بخلص بخليهن وبرجع. وهيك بنكون خلصنا حلقتنا معكم لليوم، ان شاء الله تكون حلقتنا عجبتكم. حبينا هيك ناخذكم جولة بايكيا نفرجيكم فوانيس رمضان، نفرجيكم هيك شوية اشياء موجودة بايكيا عندنا. واذا عجبتكم الحلقة يا ريت تكتبوا لنا لايك وسبسكرايب وفعلوا زر الجرس، والى اللقاء. نعم يا ماما وسام.